هاني. ايوه. الرصاصة لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامة تبقى ترجعها له. ايه ده؟ معلش. في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ليه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش لاقي بوسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. خد انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايسي. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفخه. انا محدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على العربية بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده انت بتعمل ايه؟ وقعوا. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا ابو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة انا كانت مشكلتي مش معاكم انتوا، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حط حقي. بالسلامة انتوا. يلا ضحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم انا بيبلع الحاجات. انت كويس؟ شفت حاجة كده يا شوشو؟ لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقش اصلا، اوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيه كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح، شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب، امي الغاليه، اصيل، ابكي، انزف واموت وتعيشي ضحكه مصر. لا وحياه خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتنا نعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي، وده مصير كل خاين. انت روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخاطرك من الرصاص؟ معلش يا حبيبي،
استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عافيه. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ خش شك الدبوس. شك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك اعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا وصفي، ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعد 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك. سلامتك سيف، وريني الجرح كده. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ خلت صباحنا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة، انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بل ما نجيت. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. احنا اللي مجننني انهم عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم ذهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استنى اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجدة بطة: وأنا لا أجد ما أقول لك، لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل: أوه إنها خسارة كبيرة، لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا، ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة: أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. يا بنت ما هدي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزر ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا أحمد؟ لا اخرس خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طب الاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخرس انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك صابون بالموليف. يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. صحيح صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص عرفتينا. صندوق بريد. انا قلت اكتئب. لا ما تكتئبش يا جماعه. يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ شريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟
اه شوفي تليفون، انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط، ما تاخدي التليفون بنت عم كهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير، ما تكتئش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه. خلاص فين مكتب بريد الحمايه الجديده؟ شكرا. السلام عليكم، مكتب بريد الحمايه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم فين، نيلي وشريهان. لا مش ممكن مش ممكن، بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك ما هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه، ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها، صندوق بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم، طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حاطط حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى، ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعاً 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 أم العريس أم العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هكتب فوق صك بوم عك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيرم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيرم بارا بيرم باريري با بار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 
ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ بصراحه والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريت فكر انت على اللعبه. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام سلام.
الستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قاعد انا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك انا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذة المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجه مهمه قوي. ممكن تديني المجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش برضه. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكم وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكم قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. سيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ تعمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تساله محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ.